في استقبال ضيوفنا أكيد الحدث يفرض نفس اليوم تألق عالمي تاريخي للبطل التاريخي للرياضة التونسية وليد كتيلة موجود معنا بالتليفون بعد فوزه بالذهبية اليوم في الألعاب البارالمبية مباشرة من طوكيو. وليد أهلا بك. خويا العزيز أهلا بك. خويا شرفنا اليوم يعطيك الصحة. تقريبا أنت وكل أبطالنا، أنت يمكن استثناء شوية، رقم مع رقم قياسي عالمي جاء التتويج. مبارك لك وليد وفرحت كل التوانسة اليوم، قمنا على خبر مزيان الصباح. صحيح ميدالية ذهبية في إيفينمون كبير كما هكا ومع رقم بارالمبي، معناها حاجة مشرفة، حاجة كبيرة، معناها حاجة معناها تدخل البالماريس بتاعي، حاجة عالمية. وليد ظهري تألق مش جديد عليك، ذهبية في الألعاب الأولمبية الماضية وذهبية كيف كيف في اللي قبلها، ظهري مش بالسهل باش تبقى في المستوى العالي وليد هذايا لثلاثة دورات أولمبية، معناها 13 عام، خاطر نتاع العام ناول تأجلت 13 عام تقريبا في نفس المستوى، مش بالسهل وليد. صحيح هذا اللي يدل معناها اللي أنا قاعد نخدم قاعد نقدم، يعني حتى من اوقاتي معناها توري اللي انا كل عام قاعد نتحسن وقاعد نزيد. معناها انك باش تكون بطل وباش تكون في القمه، معناها العباد الكل باش تولي ريفيرونس، العباد الكل باش تولي تخدم عليك، هذه حاجه مش سهله. وهذيك هي الرياضه، معناها نحاول معناها باش نعطي الاكثر معناها من الطاقه نتاعي ونحاول باش نكون ديما في المستوى وكاو معناها وردي سهل. نحكي شوية عن نهائي اليوم على السباق، نعرفش كان سهل وليد خاطر شفنا لكار محترم بينك وبين بقية منافسيك. والله ما فماش سباق سهل، معناها فما ما قبل السباق وما بعد السباق، فهمت؟ أول حاجة معناها فما برشا ستريس، فما ضغط كبير، ضغط السباق، التحضير، معناها العدائين، خاصة معناها زي السباق بتاع السرعة، معناها الغلطة فرقة متنجم تعوض معناها تبدأ السرعة، وزيد مع البروتوكول الصحي اللي فرضوه علينا لهنا، معناها أقل غلطة تخرج أوت مدارك، معناها حتى من الكوتي بتاع الضغط معناها كان صعيب على الآخر. العدائين الكل معناها كانوا زيد بيدهم كانوا داخلين بعضهم، كانوا معناها البارالمبيك السنة كانت صعيبة صعيبة صعيبة، معناها تحكمت في معناها في الفوكس مونتاج أكثر منها من تيزي. كنت متأكد من تتويج قبل السباق وليد ولا ما فماش حتى شيء سير معناها؟ لا أنا مشيت بحظوظ وافرة، هذه رياضة معناها ما تنجمش تدخل من الأول معناها رابح فارتية، فهمت؟ تركز امورك، تعطي ما عندك وبعد التوفيق يجيب الزياده. رقم القياس العالمي خدمت عليه والا كيفاه؟ جابت بياتي، ما هي قلت لك معناها هذا سباق سرعه، معناها راك انت باش تضرب فون والوقت من بعد تجي واحد، معناها ما تنجمش تتنقص وتزيد لا كونترولي، فهمت؟ صحيح. الكوفيد والكورونا أثروا شوية على التحضيرات وليد نتاعك وإلا سافا من أمريكا كل شيء، خاصة إن وجدت الطاوة الذهبية ما نجمش نحكيو عليه فات. والله معناها هي الحكاية وسينية تابعة بعضها، فهمت؟ معناها الكوفيد أثر على العالم، معناها مش على وليد كتيلة بركة. مي حاولت أنا نتأقلم الماكس، معناها حاولت نكمل نخدم. بالحق معناها صاروا لنا برشا ظروف، معناها سنين معناها كل شيء على عينك، هاو كونفيرمون هاو تسكير، ونحن معناها كل تسكيره نحن نتعذبوا فيها نترناو ونخرجوا في النوار، معناها عرفت بالحق سي كومبليكي بكا. شفنا اليوم تدوينة وزير شؤون الشباب والرياضة سيام العيادي كان تحكير على وليد الإنسان، خاصة أكثر ما عرفش شفت تدوينة ولا وليد، خاصة كنت دافع على أصحابك أكثر منك أنت. صحيح معناها واحد الشخص معناها عمر وآز ونيفو معناها يوصل مستوى انتلكتويل، معناها ثم نضج. زادة مشكورة سيد الوزيرة بالحق، معناها حكيت معها ممكن أدور قيز، معناها إنسانة واعية، إنسانة معناها سوسيال برشا، معناها احتكت بينا حكينا معناها سمعتنا، حاولت باش تحلنا مشاكلنا. بالحق انا كوزيرة معناها نحترمها وبالحق معناها خدمة كبيرة. شنو نستنى اكثر من وليد؟
ولا نستنى كان الخير ان شاء الله. مازلت عندي 800 متر وعندي نصف نهائي للتروا والفينال ان شاء الله نتعادلوا باش يكون اللوكات. كان معنا بوديوم وذهب وانا محضر معنا للسي هذه مليح مليح وتوفيق من عند ربي ان شاء الله. مازالت الحصيله باش تكبر نتصورها ان شاء الله 800 معناها باش تكون صعيبه معناها ماك تعرف معناها كورسه طويله معناها دوتور في البيت كورس تكتيك اونديرونس ريزيستانس معناها حاجه اخرى معناها ديفيرونس برشا على 100 متر. هي ما اكيد عندك الخبره اللازمه توا ظهر لي لعب الابي الثالثه هذه ليك التوانسه ما عادش يرضاو من عنده وليد وليد كتيله كان بالذهب. والله ان شاء الله معناها خاطر معناها كيما نقولوا ديما الفارس مضطر الفارس ولا كيفاش يقولوا. اي صحيح. نيرو فما كواليس فما في وسط اللعبه فما تسكير فما تكتيك فهمت معناها بالحق ماهوش معناها نجم نكون حتى ريتم مثلا في المستوى واللي يقم فيها عالي عليهم ونجم نخسرها معناها بفوت تكتيك فهمت. صحيح. اكيد تفعلت برشا التوانسه اليوم فرحوا كما قلت من الاول بالتتويج نتاعك وصلوك برشا مساجات نتصورها. صدقني تليفون معناها ليلي بلانتا تليفون معناها تليفونات مساجات ديزانفيتاسيون بالحق معناها ميرسي بوكو للعباد الكل اللي ساندتني واللي فرحوا لي الكل. حاجه معناها توشونت على الاخر حاجه محلاها توري اللي معناها اللي الشعب معناها مهتم ويتابع في الرياضة نتاعنا هذا. يعطيك الصحة وليد بالتوفيق وإن شاء الله مبروك مرة أخرى. عايش خويا مرحبا بك بليزير. شكرا وليد كتيلة البطل الأولمبي خلينا نقولوا بعد تتويجه اليوم بميدالية ذهبية في الألعاب البارا أولمبية هي الميدالية الذهبية الثالثة لي بعد تتويجه كذلك في الألعاب الأولمبية الماضية في ريو حتى في الألعاب الأولمبية اللي قبلها تألق تاريخ البطل التاريخي مع تحطيم رقم قياسي عالمي مش بسهل أكيد الشيء اللي وصل له البطل التونسي وليد إكتيلا. موزيكا الأخبار بعد مكملين فاير بلاي حتى الخمسة نذكر أحباء اتحاد بن قردين تنجموا تكلمونا على 71-725-71-725-000 نحكيه على شنو صار في الجلسة العامة الانتخابية الاتحاد بن قردين شنو موقفكم اللي صار الكل سواء مع وإلا ضد الناس الكل مرحب بهم مجال مفتوح قدام الناس الكل نتلقاه تليفوناتكم على 71-725-000 رقم وحيد تنجموا تكلمون عليه موزيكا وبعد رجع